السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده كاسيت ناشونال باناسونيك راديو اي ام و اس دبليو وشريط كاسيت، جهاز بحالة المصنع. ده اللون الذهبي اللي هو الموديل بتاعه ار كيو شارت 565 دي. ار كيو شارت 565 دي صنع في اليابان، هو الجهاز بحالة فوق 95%. This cassette is national Panasonic radio AM and SW and tape a model RQ-565D made in Japan AM and SW and فقد أهملت إهمالا فلا يسألني أحد. كذلك أنا لا أحتاج إلى أن أقول. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض إن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم. ده كاسيت ناشونال باناسونيك راديو اي ام و اس دبليو وشريط كاسيت، الموديل بتاعه ار كيو شرطة 565 دي، صنع في اليابان، الجهاز بحالة فوق 95%. إن شاء الله الفيديو ينول إعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.